اتكلم مع حضرتك يا عايزين نعرف المواطن هو جاي يشتري يعمل ايه بالظبط؟ ايه الحاجات اللي بتحصل؟ ايه المشاكل اللي بتحصل بتقابله؟ زي ما حضرتك بتتكلم يعني واحنا دلوقتي كنا داخلين لقينا مواطن بيشتكي مستغرب ان هو الجلديه بيدفع 55,000. حضرتك المواطن المفروض قبل ما يجي يتقدم لشراء كراسه المفروض ان هو بيطلع على الشروط و اجراءات الشراء على الموقع التمويل العقاري من حيث السن، من حيث مقدمه الحجز، قيمه مقدمه الحجز، من حيث ثمن الكراسه وكل حاجه. اما يجي لي هنا بيحدد عاوز كراسه منخفض ولا متوسط. فزي ما حضرتك العميل او المواطن اللي قابلنا بره هو كان جاي يشتري او في دماغه انه عاوز يشتري كراسه منخفض الدخل لها مقدم خلاف متوسط الدخل لها مقدم في تسليم فوري، في تسليم بعد 36 شهر، بالاضافه ان في اماكن بيبقى معلن عنها ان هي ديت المطروح فيها الوحيده السكنيه. يعني مثلا لو مواطن مش عاوز يشتري في 15 مايو، مش عاوز يشتري في 6 اكتوبر، او مش عاوز يشتري في حدائق العاصمه، او في بدر، هو في دماغه انه عاوز يشتري في مكان معين. طيب حضرتك تدرس الموضوع الاول، هل الاماكن دي انت عاوز تشتري فيها وتقيم فيها، ولا حضرتك العمليه عندك يعني مقراشي او لازم يقرا ويشوف هو عاوز يشتري في الاماكن دي وهو عنده الاستعداد الماليه وتنطبق عليه الشروط قبل ما تقدم. بيقوم بالدور ده وطبعا ده بيقع عاطف على الموظف اللي عندنا انه بيبدا يشرح له حضرتك عاوز كراسه منخفض ولا متوسط ودي شروطها ايه ودي شروطها ايه ودي مقدمتها ايه ودي مقدمتها ايه وبيبدا يشرح له وبيقول له الاماكن بقدر المستطاع يساعده عشان يختار الخصم صحيح بدل ما يختار الكراسه وترجع يقول لك انا مش عاوز كراسه. طبعا هو لو اشترى مثلا كراسه متوسط انا منخفض فهيفاجئ بيجي يدفع المقدم ده المقدم المتوسط 55,000 هو معهوش 55,000 فبالتالي هيقف مش قادر يدفع الاسم او فرضا اختار مكان في هو في مخيلته ان فيه اسكان مطروح ويفاجئ مثلا لا ده في الشرقيه لا ده في اسوان طب انا عاوز في مثلا في محافظه ثانيه طب هي مش مطروح فيها عشان كده اقول يقرا الاجراءات والشروط الموجوده على موقع التمويل العقاري جيدا يشتري الكراسه هو بيشتريها الزميل الموجود على الشباك بيساعده وبيوضح له الامور وايه الفرق بين الكراستين وايه الاشتراطات وايه الاماكن اللي موجوده هنا في المتوسط وايه الاماكن الموجوده للمنخفض ودي تسليم جاي دي تسليم بعد 3 سنين والمواطن ساعتها محر انه يقرر يشتري انا كراسه وبالتالي يبدا يكمل اجراءات على واجب صحيح.